الماج وشوف بلون شي شبال هكا لو كونفور حنا نديرو الروح ما يديرو حتى واحد بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الرحمن بورديم. نبارك لكم وكما قلتوا لي الله يبارك على المزيوده وذاك، نعاود نرجع لكم الله يحفظكم وان شاء الله تتربى في عزي وعز الام تاعها والعائله تاعي، وان شاء الله تكون بالربح ورانا فرحانين بها وان شاء الله تكون في الخير علينا ان شاء الله. سمينا على بركه الله جنه لايان، الله يبارك فيك. التربص تاتيك جدا كانت عندي رخصة من الإدارة ومن كذلك المدرب اللي كانوا عارفين باللي الزوجة تاعي راهي تمر بمرحلة تاع مرض وإن كانت حامل، والحمد لله خلوني وسمحوا لي باش نوقف معها في هذيك المرحلة هذيك. الحمد لله اللي زادت الطفلة كما هدرت عليها وباركتوا لي وقلت لكم الله يحفظكم. دونك راني عاود وليت للفريق ان شاء الله، وراني دخلت بجديه وكما نقولوا بثلاث ارواح تاع البنت تاعي والزوجه والعائله تاعي. ان شاء الله ربي نقدم معاهم شباب ونديروا ستاج الجاي في تونس ان شاء الله يكون في المستوى ان شاء الله. ان شاء الله في ستاج تاع تونس راح نكون مع الفريق وراني نوجد بجديه باش ندخلوا ان شاء الله للعام بقوه ان شاء الله، ونفرحوا الشعب تاعنا ونفرحوا هذه المدينه، كذلك نفرح الناس اللي راهم واقفين معايا، محمد زاوش، لافامي تاعي، الخال، الاب، اي واحد كل واحد باسمه. ان شاء الله نكون في العام هذا يكون في الخير على الجمعيه ان شاء الله، وين نديروا عام شباب ان شاء الله. بون دوك الاداره راهي تخدم وراهم يجيبوا في اللعابه، كاين لاعبين راني شفتهم دوكا في الحصه الاولى تاعي معاهم ما شاء الله عندهم مستوى اللي يقدروا يمدوا للفريق هذا، وكاين حتى لاعبين عندهم مستوى عالي ان شاء الله كل واحد فيهم يقدم الاضافه للفريق هذا، والى ما ولما لا الاحتراف ولا نشوفهم ان شاء الله في القسم الممتاز في بطوله اخرى ان شاء الله. وكاين لاعبين اللي يقدروا يروحوا حتى المنتخب الوطني وراهم صغار في العمر، وان شاء الله يخدموا ويحطوا رصانهم باش نديروا عام شباب ان شاء الله. وكذلك الستاف تاعنا الشيخ سمير والجماعه اللي مع عبد العالي وكل واحد فيهم نسمعوا لهم ونتبعوهم على المنهج اللي يديروا فيه، وان شاء الله كذلك الانصار نقول لهم يدعمونا ويشجعوا الفريق هذا. كما قلت لك فيه لاعبين بزاف سن تاع الاعمار تاعهم صغير اللي راحين يقدموا اضافه كبيره للفريق هذا ويستفاد منهم الفريق. الانصار راني نعاود نولي لهم توجور يدعمونا ويوقفوا معنا باش نقدموا عام شباب ان شاء الله. رحيم
واش نقول لك تراب الصديق جدا، انا نقول لك كان في المستوى رغم نقص الاعداد، لكن اللاعبين تجاوبوا مع العمل نتاعنا. بعد الاختبارات اللي درناها لقينا ما لقيناش لاعبين في نفس المستوى البدني، لقينا لاعبين متاخرين، وكاين لاعبين اللي كانوا انا جو بونس كو عملوا في فتره راحه، يعطيهم الصحه. وهادو لاعبين اللي تعرفهم باللي صح باغيين يديروا موسم لاباس به، لاعبين اللي متوخرين في العمل لازم يكون ساكريفيس من جهتهم، رغم اننا نقولوا باللي ما زال حل البطوله، لانه مع تاخير البطوله باسبوع انا نقول رانا في الوقت المحدد، لانه 5 أسابيع حتى 7 أسابيع فتره تحضيريه تكفي لاعب يكون في مستوى البطوله. واش نقول لك، حضرنا بصفه جيده في تكجدة، واللاعبين يعطيهم الصحه، عملوا كانوا مضبطين في العمل. واليوم رانا دخلنا لا دوزيام سيمان في شلف، ان شاء الله تكون برك يكون تعداد كامل ان شاء الله، هكذا نحضر بصفه جيده. سي فري يخصوا بعض المناصب، الاداره تكلمنا معها، راهم اون نيغوساسيون بعض اللاعبين، ان شاء الله لو بلي فيت بوسيبل يكملوا معاهم هكذا باللي يكون التعداد مكتمل ونحضر بصفه جيده. واش نقول لك، كل شيء يمشي بيان، رغم ما نشكيش، كل شيء يمشي بيان، ونقول الحمد لله يا ربي وفروا لنا واش قلنا لهم. مازال باك بعض اللاعبين اللي هضرنا عليهم لازم يجيبوهم لو بيفيت بوسيبل يحضروا معنا ويدخلوا معنا في المجموعه. زيد حاجه اخرى ثاني، كنت تكلمت مع الاداره وتفهمنا على كاين بعض اللاعبين من رديف راح نجيبوهم شوفوهم عن قرب، لانه انا ما نكذبش عليك، انا ما تبعتش ما نعرفش مستوى اللاعبين اللي شكاو عليهم، لازم نشوفهم دو بري بالك محكورين، ما عادش عارف. حنا انا هضرت مع الاداره، وافقت الاداره وقال لك مليحه، ماذا بك انت تشوف، لانه ما نقول كان لازم على الناس يخلوا دي رابور على اللاعبين اللي طلعوهم في فئه الاكابر، ما لقيناش هذا، لكن حنا نمدوا فرصه هذا الاسبوع. يا خويا اللي عنده رجليه هنا يكونفيرمي هكذا. زيد واش نقول لك، هذا ما كان الانتدابات، مازال ناقصنا حوالي 4 لاعبين، الاداره هي اونترادو نيكوسي معهم، ان شاء الله برك هذو قبل ما نسافر لتونس لازم يكون التعداد مكتمل، هكذا نحضر البطوله. الاهداف، اهداف واش نقول لك، حنا نلعبوا الباقة، لانه نقولها ونعاودها، كاين الفرق اللي عندها الامكانيات هذيك اللي تقدر تسطر اهداف، حنا انا فريق حنا ما نقولش هجره جماعيه، لكن كاين بعض المناصب اللي هاجروا راحوا اللاعبين غادروا الفريق، لازم نعوضهم بلاعبين في المستوى، كاين لاعبين اللي مازالوا هنايا عندهم مستوى لاباس به، نسيو كيف نديروا مع اللاعبين اللي جبناهم من الاقسام من القسم الثاني وبعض الانتدابات، نسيو كيف نكونوا فريق تنافسي ونكونوا فريق على المدى البعيد. وميم طون هضرت مع رئيس الفريق انه لازم ثاني الفئات الشبانيه تدي حقها هكذا، ان شاء الله يكون كاين عمل مستقبلي من اجل به الفريق هذا يقعد في القسم الاول، لانه قلت لك ونعاودها، اذا ما كانش امكانيات راح نسوفريو، لكن بالعمل وزيد ان شاء الله الاتصالات اللي هيتصرا، والناس تاع البلاد ان شاء الله يسيو كيف يعاونوا هذا الفريق ويوفروا الامكانيات على الاقل نلعبوا البقاء بأريحية ان شاء الله.